أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء بالجهود التي تبذلها مصر في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان. وقال المرصد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يستخدم حقه الدستوري في الإفراج عن المحبوسين، حيث تشير البيانات إلى الإفراج عن أكثر من 20,000 مسجون، وذلك بموجب العفو الرئاسي وطبقا للمادة 155 من الدستور، والتي تتيح للرئيس أن يعفو عن أي مسجون.